عليه أصبح لزاما علينا أن يصدر عنا موقف رافض لهذه الخطوة، وإلا سيعتبر اجتماعنا هذا مباركة للخطوة أو تواطؤ معها أو غطاء لها، وهذا ما لن تقبله دولة فلسطين، ونأمل بعدم قبولكم لها أيضا. الجامعة العربية تسقط قرارا قدمته فلسطين يدين الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي ويدعو للتمسك بمبادرة السلام العربية. ومصطلح إسقاط المشروع هنا يعني أن المشروع المقدم من الخارجية الفلسطينية لم يطرح للمناقشة والتصويت، بطلب من البحرين الدولة المتناهية في الصغر ومن ورائها الإمارات. إسقاط قرار إدانة تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال هو إسقاط لآخر ما تبقى للجامعة العربية من كبرياء، وإعلان الخنوع التام لقرارات المحتل وداعمه. فرد الجامعة العربية هذا وصفه اليهودي جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي وصهره بالتحول المهم في المنطقة. إذن الجامعة العربية أسقطت أيضا المبادرة العربية الموقعة عام 2002 والتي تؤكد على حل الدولتين وتؤيد مبدأ الأرض مقابل السلام. وما يزيد الطين بلة أن الجامعة العربية لم تكتفي بالإسقاط الضمني لمبادرة عام 2002، بل أضفت الشرعية على الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي. ليستوقفنا سؤال هنا، هل ما زالت صفة العروبة مقترنة بالجامعة، خاصة بعد أن صرح نتنياهو أن دولا عربية أخرى ستنضم قريبا للإمارات بإعلان تطبيعها مع الإسرائيليين؟